حنا دابا الان تنتواجدوا بدوار حسيبو وساكنة دوار حسيبو الريكي والجديد اللي امر من عند السلطات انهم غادي يهدموا لينا غدا هادشي اللي تيقولوا وحنا ما عرفناش يعني اش غادي نديروا دابا حنا ما عندنا فين نمشيو اول حاجه والواليد كيف ما تتشوفو مريض والساكنه الجل ديالها راه تعاني تقريبا من نفس اللي تنعانيو تنطالبوا من شي مسؤول اللي عنده غير الرحمه في القلب ديالو انه يشوف من حالنا يعطينا غير حقنا ما باغين والو ما باغين حتى حاجه ما باغينش زياده يعطيونا غير حقنا والساكنه الدوار حسيبو جديد والريكي راه غادي نبقاو صامدين ان شاء الله والله يدير اللي فيها الخير هادشي ما عندي فين نمشي ما عندي فين ما عندي باش نكري ما عندي باش ما ناكل عاش مع الجيران والجونة هذه هي الدولة ديال دول الاسلام ها حاشا واش الاسلام تيدير الاسلام تيديروا الناس بحالكم حاشا الاسلام بزاف علينا حنا الاسلام بزاف علينا شحال خصنا مع الاسلام عندنا عسميه الاسلام بلا اسلام الاسلام ما تيديرش بكرخو اليهود ما تيديروش لبعضياتهم بحالكم اللي دار لينا حنايا فينا نخدموا حنا تما فينا نخدموا اقول لي فينا نخدموا اخويا ولادنا تسردوا ما كاين لا قرايه لا والو حنا ما خداميش هنا في حي صناعي حدانا وما خداميش لا داونا ليش نديروا ناكلوا الحجر اقول لي يا خويا واش ناكلوا الحجر هذا لا مع هاد الشعب هذا ومع هاد البلاد هذه هاد الحكومه اخويا تكرفصوا علينا حنا ولينا تنطالبوا باللجوء انساني اخويا بقيناش باغيين نعيشوا في هاد البلاد لكننا نعيشوها بحال ما هكا في الدل بقيناش باغيين اخويا وشكرا القروضه اعاده الهيكله والبشر الزباله راه حرام وعيب راه عيب عيب حنا كنحبوا الوطن ديالنا وبغاو يجروا علينا منه وانا نتحدى اي واحد كما بغى يكون اي مسؤول الى حافظ من بيت الاحرار نعطيه اللي بغى نقطعهم كي وحنا حنا كنموتوا على بلادنا من بيت الاحرار مشرق الانوار وشكرا على الاخوان راه الدم ديالنا في هذا الرايه راه والدينا الدم ديالهم باقي في هذا الرايه وجدودنا حاربوا الاستعمار وحنا باقيين هنا صابرين القطره وكل شيء وهاد العيشه تبعونا عليها هاد العيشة هادي اللي والو وتبعونا عليها يشردونا حنا باش تبقى لهم هاد الارض هادي ويديروا فيها هما ما بغاو وحنا فين غنمشيو حنا عطيناك الثلث الخالي ليه سيدي حجاج واش حتى في ود المدينه هنا يلا حلمتي باش ولدك تقريه وتطلعوا حاجه وشان ويخدم هاد الوطن ويلوحوا تما كاين يلوحوا في سيدي حجاج اش غيدير ولدي تما انا اش نعطيه بقره ولا لقينا بعد ما كاين حتى الحيوانات ما كاينينش تما احنا هما اللي حاطينا تما راه حشومه راه حشومه وعيب وعار لا كانوا بيتهنوا منا صاروا خفاري معانا بوك كل شيء يموت غيفرحوا غينشطوا غيتاخذوا هذه الارض وغتنقصوا حتى البشر اللي بحالنا حنا غينقصوهم لا بغاو ماشي تاخذ لنا حقنا وتري اش من حق عندي انا يطرب لي داري انا اش من حق عندي باش عاوتاني باش انا باش اش هذه البطاقه علاش غندير انا من يطرب لي داري انا لاش لاش ولدي اش غندير ولدي اش فين يقرا ثروه ها فين يقرا ولدي وفين يقراو الدراري الصغار ثروه ديال الدراري الصغار تما ولادهم يديهم الامريكان يقراو في روسيا يقراو باش علاش باش يشدوا البلايص الزوينين ويدير وحنايا ولادنا فين غيمشيو غيبقاو بلاتي ولادنا غادي يوليو عبيد ديالهم ولا شنو الناس عندنا انا معاقين عندنا ناس هنا معاقين عايشين مع عايشين مع الكريان هو دابا مسكين هو خدام هنا خدام انا هنا هنايا اكونترا ما غنمشي نكري اخويا ما عندي عندي جوج وليدات عندي مسؤوليه غادي نمشي عار وعيب اخويا وعندنا عندنا ناس معاقين هنا عايشين معنا في الاخر يكبر واش غيدير دابا هذا لا عندنا ناس معاقين عايشين معنا حنا ما عايشين مع الساكنه راه عيب اخويا الشيء اللي كيديروا لك اللي كيتمارس علينا في هذا البلاد هذا باغي نتطرق ليها هو هاد الناس هادو دابا غير تتشوف الحرب النفسيه اللي عطاونا هاد المسؤولين هذا اولا قبل ما يهدموا لينا انت تتشوف الحاله ديالنا كيفاش دايره المعاناه ديال الاطفال اللي خرجوا من مدارس خرجوا من المدارس يعني باقي في لو بروميير سيزون يعني يلا بداو وخرجتيهم من المدارس غادي يحسوا بالحقره كيفاش من بعد 21 سنه غادي يدافع عليك الطفل هذا كيفاش من بعد واحد 25 سنه غادي يقول بلادي زوينه مني قبل ما يهدم لك قبل ما يهدم حرب نفسيه بعدا قبل ما يهدم لك الانسان المسؤول اللي جاي باغي يهدم لك براكه اللي هي اللي تتملك براكه عرفتي شناهي براكه ما فيهاش شروط ديال السكن ويجي يهدم لك فوق راسك وما يعطيكش التعويض انا دابا عايش هنا مع الدراري وكابر هنا ومني انا كابر هنا عندي دابا في عمر 15 عام كبر هنا غنمشي لواحد المنطقه قرويه ما فين نقرا انا دابا اللي حد انا هجروني انا هاد السيمانه كامله مشيت حتى شي نهار للمدرسه ملي مشيت للمدرسه انا صافي عام ضاع لي صافي اش غنبقى نقرا
غنمشي غير غنمرض هكاك وصافي. كنتلاقى مع الدراري في المدرسة، انتوما دور حسيب ودور ريكي، كنقول لي كيقول لي نهار اثنين نهار السبت جايين عندكم، نهار السبت جايين يريبوا ليكم ما تبقاش تجي. وكيل زيرو حقرق، زيرو كل شيء، زيرو حيوان في عين السبع، في حديقة عين السبع دارت لي إعادة الهيكلة. وحنا شكون دافك يا مسلم؟ حنا بلادي بلاد أكبر مسرحية، شكون الفارس؟ ما عرفناش لين الله، شكون اللي علم بينا؟ حياتنا كاملين وحنا عايشين في براكق، وحق الرب العلي العظيم شال الناس، كاينين شي ناس ساكنين حدانا الله عرفونا شنو عندنا في هذيك الدار. ثلاثة الخوت معاقين وخالة معاقق وانا الصغير 26 عام، خصني نقلب على المستقبل ديالي، وليت كنشوف براكه اللي كنكسب اللي ما بقاتش عندي، فين غنمشي؟ فين والو؟ واش انا اللي عارفوني كيعرفيني بالبحر؟ انا بطل مغربي مهمول، عمرني شكيت امي، عمر شي واحد سمع صوتي. كنت كنمشي على البحر كنموت مع الموج، كنجيب رزقي وكنصوفي الدار، وعمر شي واحد سمع كلامي؟ عمرك سمعتوا كلامي؟ عمر شي واحد شافني حتى في الدرب؟ انا كنفضل نموت، كنقسم فمي بالله، كنقسم فمي بالله تنموت على هاد الدار، ولا كانت الحال انني نموت انا مستعد نموت، ما عندي ما نخسر. الا مشيت الحبس عندي فين غنعس؟ ولكن والدي شكون اللي غيحن فيهم دابا؟ حنا راه ماشي حيوانات، حنا راه ماشي حيوانات في الغابة، حنا راه إنسان، إنسان كرموا الله، كرموا الله بالعقل، راه حنا عندنا تفكير. يعني ما يجيش يهدم ليا فوق راسي، عندنا والدينا مريض مراض، عندنا شحال من حاجة اللي شحال من حاجة اللي تضر في النفس، وفي التالي تجي أنت تريب ليا براكة علاش؟ حيت عندك ليكراد، عندك السلطة. قتلتونا في الصحة ديالنا ما دويناش، قتلتونا في شحال من حاجه ما دويناش، ولكن السكن باش تولي تصب عليا الشتا غدا ولا بعد غدا ونخرج نكري، وما في حاليش، ما في حاليش اي واحد هنا 90% ما في حالهمش، كيف ما كان نوعونا ما في حالوش. راه لا اله الا الله محمد رسول الله، اللي كان شي واحد عنده غيره على الوطن ديالنا كيف ما انتم الان توصلوا الفكره ديالنا، خاصهم يجيو يديروا معنا شي حل اللي يرضينا حتى حنا. لكن انا ما باغيش الرحمه من البلاد، انا ما كنقولش ولا كنبكي على البلاد، انا كنبكي على هذه السكينه، كلشي كيبكي قبيله، كنا عايشين بحال الاسره. عرفتي كيفاش عايشين؟ عايشين داك الشيء اللي قسم الله، الشعيبيه، كاس اتاي، خالي نور الدين، طرف الخبز، ما عندكش ما طيشه كنجي ناخذها عندك وعايشين، داك الشيء اللي قسم الله، قسما بالله ما عايش شي واحد في المغرب. صابرين وعمر شي واحد، بلادك كنت كنشوفو داير مقاطع على الحليب، كنبكي، كنقول انا الحليب علاش غندير عليه مقاطع وسيدي علاه ما كنشوفوش؟ كنشوفو الحليب حنا ملي كيجيو عندنا، ملي كيجيو عندنا الضياف كنكرمو الضيف، ملي كيجي عندنا الحليب، تا كنشوف الحليب انا في الدار، تا كنفرحو، كلشي كيفرح ياك، ملي كيجيو عندكم الدار الضياف وكتخرجوا. قدو الزايرة كنت مؤطرة سابقة في الأوقاف نظرا للوعكة الصحية، خدمت معها مدة 12 عام ورافت وزارة الأوقاف، كنت مؤطرة في الأوقاف مساجد تابعة المندوبية، مي جاتني وعكة صحية في يديا، جاني لاختخوز، سكيفي المندوبية تخلات عليا، قالت لي تمشي تصحي وأجي عندنا، ما بقيتش كنتخلص، ما بقيت والو، ما بقاش عندي مورد عيش، أنا مرأة مطلقة بجوج بنيات، كنعيش في هذا الفضاء هذا اللي كتشوفوا ساترني في الشتاء وفي الصيف هذا، أنا وليت معوزة، ما بقيتش زائد أنني ديابيتيكس وأنسولين، زائد أنني دابا ولا عندي لاتونسيون، رجلي تنفخوا، زاتني لومبيلونس اليوم، أنتم كتشوفوا حالتي، غير الضغط النفسي والضغط المادي والمعنوي، اللهم لك الحمد هذا منكر، اللهم ان هذا منكر فغير، اللهم ان هذا منكر فغير. كنتمنى من السلطات ومن سيدنا ومن جميع الابواب اللي كتنظر في هذا الامر واللي عندها علاقه بهذ الملفات وبهذا الشيء، اننا ما يخليوش هاد الناس يتشردوا عرضه للشارع، عندي جوج بنيات انا فين غنديهم عرضه للشارع؟ طلعه جزاه اللي الاولى ما كتقبلناش، ما يمكنش تقبلني انا، وانا عندنا مشكل في طلعه جزاه انها كتمشي لو فوايي بوغ لا جو
جورني سيتو في العشيه كيخصك تقلب فين تبات اذا فين غنباتو حنايا انا انت كتشوف عندي هاد السديديري غنبات عليه في الزنقه الا جاو ريبو عليه غنبات في الزنقه نكونوا على يقين يتيمات الابوين والاخوين ومطلقه وعرضه للشارع انا وبنياتي الله اللي كيعلم راه حنا هزينا الضغط فوق القياس مي صافي ما بقيناش صبرنا قلنا سيدنا الله ينصرو راه كينضر في هاد الشيء او الناس كلها ما يمكنش الاعلام كله دابا في المغرب ولا الحمد لله لا تكنولوجيا تطورات كلشي كيعرف هاد الشيء اذا هذا راه ماشي حل شحال هادي كنا كنعرفوا ان الساكنه كنعطيوها البديل كنتفاوضوا معاه عمرني جامي شي واحد دق بابي انا بعدا جامي شي واحد دق بابي ولا جا ولا قال لي غنحصيك ولا شنو عندك ولا الملف هذا جامي 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 ما عمرش حد دق بابي اذا انت تجي الصاعقه وجي خبر غير من هكا بريسكومون يجي يقول لنا نهبطوكم راه سي با لوجيك راه اللهم ان هذا لمنكر انا جبرت باش نكريو شردون انا 51 سنه وانا هنا وشاردونا ما عادش لا ولد لا بنت وشاردونا دعيناها من الله اللي ما يسهو لينا اش نقول لك هاد الحاله اللي وصلنا ليها الدري عدي مريض انا مريضه والراجل ما خدامش وشكون غيكري ليا وباش غنكري ما عندناش باش غنكري ومن نهارنا في الزنقه ولادنا جلسوهم من المدرسه خداو لهم الكتوبه تشردنا احنا كان احنا بيتين في الزنقه وما كاين والو ما والو ما بقى عندنا حتى حاجه ما مجوجه ما عندي ولاد ما عندي خوت ما عندي والدين انا اللي تشوف فيها هكا اللي تشوف فيها انا بوحدي والله حتى لا تريت اللي طمعت فيه ما بغاوش يعطوه ليا ديال ما نستحقو بين لا تريت ديال امي شكون غيستغلو ياخذوا المخزن علاش ما ناخذوش انايا نعيش به ما كل لقيت في هذه الازمه دابا باش غنكري شكون غيكري ليا ما خدامه ما عندها شكون غيكري ليا جبنا افريقيين هنا تستعمرونا هنا وحنا نعيشوا في الزنقه هنا نعيشوا حنا في الزنقه تسردونا ماشي مشكله هذه ماشي هذا الحل هذا الحل الوحيد هو غنهجر ما تنصفناش غنمشيو الا درنا نعاون جميع الحلول حنا مشردين مشردين هما شردونا اللهم غنمشيو غنمشيو ولا ما فرق موت على ولادك وعلى بلادك ما بغيتش انا نموت في بلادي هنا بحال هكا مشرده اللهم نموت في بلادات الناس وما نموتش في بلادي مشرده ما نموتش في بلادي مشرده انا غدا الصباح غاده غادي كنا غاديين كنا غنمشيو كنا غنمشيو كنا غنمشيو كنا غاديين كنا غاديين كنا غنمشيو جات خدامينش ما عدناش معايا كنت مطلقه معايا لوسي معايا كلشي معايا لا دار لا دوار لا خدمه لا حتى شي حاجه اش غنبقى ندير انا هنايا نبقى نسعى نبقى نمشي جهه المقاطعه عند هذاك الباشا وهذاك المقدم اللي جرى عليا نمشي نسعاه يلوح لي درهم في الصينيه انا غدا غادي لبلادات الناس اللي كيكبروا الناس وكيعطيوهم قيمه اما بلادي ما عطاتنيش قيمه بلادي ردتني كلبه بلادي ردتني سعايه بغاتني نبقى نمد يدي انا غدا غنمشي نطالب بحقي عند بلادات الناس اللي غادي يعرفوا الوضعيه ديالي كي دايره هكاك دمنا تيتمص هكاك هذا ماشي دمنا تيتمص عقول لنا بحال الملائكه بحال الدراري الصغار ولادنا حبسوهم لينا في المدرسه حيدوا لهم الكتوبه والكتوبه حيدوهم لهم عباد الله وهادو ولاد الغد زعما هادو قال لك حقه ولاد الغد هادو ولاد الغد ملي ولاد الغد ملي غادي يشوفوا هاد الشيء ها ملي ولاد الغد غيشوفوا هاد الشيء ما غيعقلوش عليه في صغرهم عقولوا لينا حنا ممكن هاد الناس هادو داروا موعد باش نلتقاو مع صلاه الصبح ان شاء الله ونديروا الموك ونشدوا الطريق ديالنا وملي تفاجئنا بالحراسه حراسه مشدده ما رجال الامن العسكر
كلشي داير بينا، ما عندناش فين غادي نخرجوا وفين غادي نمشيو، لان حنا دابا حنا مسيرين ماشي مخيرين، ولا حول ولا قوه الا بالله. والله سبحانه وتعالى قال في الكتاب ديالو: لا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه القلوب والابصار والله ذو انتقام. صيفطت ولادي بجوج والمراه صيفطتهم للعروبيه باش نخرج دابا في المسيره مع الناس ان شاء الله. بغينا نموتوا ولادنا يبقوا عايشين، هربناهم وحنا غنموتوا.